أظن أنه كان مبرمج قبل جائحة الكوفيد، وإلا لا يمكن، كان لا يمكن لنا أن نوضع مصنع تاع لانجيكتابل في ظرف 6 أشهر فقط. لدينا مركز البحث والتطوير، سون دو ريشيرش ديفلوبمون، لدينا المركز الذي كان يعمل منذ 8 سنوات قبل أن يصنع هذا الفارينوكس. يعني كانت لدينا كان التطوير منذ 8 سنوات، وكان أول مرة وضع في السوق هذا الدواء الفارينوكس يعني في نوفمبر 2020. وعندما تم تصنيع هذا الدواء يعني جاءت فراتر رازس بالكميات الأولى في السوق الجزائري التي كانت ما بين نوفمبر 2020 وديسمبر 2020 يعني حوالي 2,200,000 حقنة. وهذه الكمية جاءت يعني في سوق كان الدواء يعني كانت الدواء الأصلي يعني منقطع في ندرة، في ندرة يعني في ندرة كبيرة، في ندرة رهيبة. يعني عندما جاء الفارينوكس في السوق الجزائري يعني ارتكز وجاء على سوق كان يعني في الصفر، كانت كل المقاييس وكل الكميات في السوق الجزائري كانت في الصفر. فبعد ذلك قمنا بتطوير هذا التصنيع، ويعني الكميات بدأت ترتفع من نوفمبر 2020 إلى ديسمبر 2021، حتى أصبحنا حاليا ننتج 4 ملايين حقنة في الشهر الواحد، 4 ملايين حقنة في الشهر الواحد. وتم منذ نوفمبر 2020 حتى ديسمبر 2021 انتجنا 24 مليون حقنة للفارينوكس. ممتاز. وكان أضيف يعني معلومة يعني قيمة، 24 مليون في ظرف وجيز، وكان الاستعمال لهذا الدواء في العادي كان يستعمل حوالي 10 إلى 12 مليون حقنة. ف 24 مليون في ظرف وجيز وكانت تستعمل 12 مليون، هذا يعطيك الرقم الرهيب الذي وصلنا إليه نحن كفراتر رازيس. ولا زال يصنع إلى من هذا، ولا زال يصنع حاليا وحاليا في السوق، ومنذ كل وعندنا في الجزائر مخزون استراتيجي كل في هذه الفترة ما كانش الندرة، لأن كانت الناس تتكلم عن الندرة.